سنة 1959 دكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة والإرشاد القومي وضع حجر الأساس لمبنى المعهد العالي للسينما، أول مؤسسة لتدريس فن السينما في الشرق الأوسط وإفريقيا. المشوار بدأ بفكرة، فكرة إنشاء مؤسسة لدعم السينما. اتطورت الفكرة لحد ما تجسدت مبنى وأساتذة وطلبة. يوم 24 أكتوبر سنة 1959 المعهد كان فاتح دراعاته للدنيا. المخرج محمد كريم أول عميد للمعهد سافر بنفسه لعدد من دول العالم علشان يتعرف على نظم الدراسة فيها. مش كده وبس، ده كمان استقطب أساتذة من الدول دي للتدريس في المعهد. التواضع والرغبة في المعرفة والحماس كانوا بيلفوا في كل قاعة من القاعات. مفيش مسافة بين طالب وأستاذ، الكل زملاء، الكل شركة في الحلم. دم جديد وروح جديدة اتضخت في صناعة السينما، روح بتعافر لحد النهاردة ضد عقبات الصناعة والإنتاج، روح قاومت وبتقاوم هجمات التطرف والتخلف والجهل. مئات الخريجات والخريجين من كل التخصصات، مئات الأفلام ومشاريع التخرج والمهرجانات والجوائز الدولية، 64 سنة من الحب غير المشروط للسينما، من المشاركة في صناعة الوجدان المصري والعربي، من مقاومة القبح ورفع سقف الحلم والإيمان بالإنسان والحياة. يمكن الرحلة كانت طويلة لكنها جميلة، واللي جاي أكيد هيكون أجمل. 64 سنة معهد مش بس ماضي بنحن إليه، لأ، ده تجسيد لقوة مصر الناعمة في الحاضر والمستقبل. ختاما من أيام فقدنا صديق، فقدنا فنان كبير